رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد قناة الفن البساطة، معاكم أحلام شاهين. كل الناس اللي عايزة تتعلم هنشتغل النهاردة إن شاء الله دي كوباج على الخشب. ما ننساش لو أول مرة بنشوف القناة نفعل زر الجرس سبسكرايب للقناة، الاشتراك هيوصلكوا بيه إشعار كل جديد، واشتراككم هيدعمني ودعم القناة. نبدأ خطواتنا كده واحدة واحدة. الخطوة الأولى احنا صنفرنا الصينية وبعد كده مسحناها كويس بالمناديل عشان اثر الصنفرة. الخطوة التانية اللي انا فيها دلوقتي ببدأ اسس الصينية بالبلاستيك الابيض مخففاه شوية، وبضيف لي اما معلقة من بودرة التلك بتاعت الاطفال او السبيداج بجيبه من عند الموان بيتقلها وبيبقى كويس او في التأسيس. خلصت الخطوتين. الخطوة التالتة برجع تاني للصنفرة وبمر على الصينية كلها بره وجوه. طب هنصنفر ليه بعد ما حطينا اللون ده؟ اللون هيطلع. لا، ما انت مش هتعملي الخطوة دي الا لما تنشف تجف تماما. اوقات البلاستيك يحبب شوية يتقل شوية في اماكن عن اماكن، الفرشة تتقل في مكان فيعمل زي نقط تنشف كده. كل ده انا بتغلب عليه بان اعمل الخطوة التالتة صنفرة زي ما عملت الخطوة الاولى. رابع خطوة ببدأ احضر المنديل بتاعي، والمناديل جايباها من صفحة نابكنز وعملالكوا عنها فيديو وحطلكوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وكانت تجربة كويسة جدا ليا باستعمال المناديل. بس المناديل طبعا لكل الناس اللي بتبتدي، عايزة حرص شديد جدا في الشغل عن الورق الاي فور لانها بتبقى خفيفة. بثبت في الخطوة الرابعة المناديل ازاي او اي ورق او اي رسومات ازاي، اما بالورنيش المائي وتحطي طبقة او الغراء المخفف بالمية. حطيت الطبقة دي على الصينية، حطيت الشكل بتاعي كيس بلاستيك وببدأ انا معايا مسطرة صغيرة او اي كارت من الكروت، وابتدي بقى اشتغل في تفريغ الهواء من جوه لبره بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي الخطوة الرابعة. مع المناديل بالذات عايزة حرص شديد لان ممكن قوي يتقطع، يبقى فيه نقرات كده، يعني دي ممكن تتغلبي عليها مثلا بالالوان، لكن خليكي مع المناديل ايدك خفيفة. الخطوة الرابعة دي لزقنا وقلنا خلاص بالغير المخفف او بالورنيش المائي. بعد ما لزقت بالفرشة بقى ببدأ امر على الصورة تاني من جوه لبره، وخصوصا الاطراف. الاطراف ممكن تكون لسه مش لازقة كويس، مش مستوية على السطح، يكون تحتيها اي هواء، تكون مشرشبه شويه او يعني بارزه شويه. كل ده انا بداري بالفرشه بنفس الحركه اللي انتم شايفينها كده من جوه لبره. بكمل الخطوه الرابعه، بختار وردات تشبه الورد اللي جوه كله عباد الشمس، وبفكر ان احط اتنين على جوانب الصينيه. وزي ما احنا شايفين بنتعامل مع المنديل بان احنا نقطع بالايد مش بالمقص. وبنفس الطريقة الغراء المخفف او الورنيش المائي، حطي طبقة وحطي المنديل وابتدي كملي فوق المنديل تاني. تنسيش ان الورنيش المائي لما بتشتغلي بيه بيدي لون ابيض، ما تقلقيش، مجرد ما ينشف بيرجع شفاف تاني. الناس اللي بتحبط وبتيأس بسرعة ما تيأسيش، ممكن تعملي حاجة ومش راضي عنها، سهل قوي انك تصلحيها وتظبطيها. ممكن اختار لون والشكل ما يعجبنيش، اما غير الالوان الشكل يعجبني. الشغل ده بياخد مجهود ووقت وساعات طويلة. الفيديو قصير لكن بياخد ساعات طويلة شغل وقت، لكن دايما نتفائل خير طالما عايزين نتعلم حاجة ونتعلمها صح ونتعلم، والتعليم ما بيجيش الا من تجارب كتيرة، بعضها بيفشل وفي الاخر بننجح. ببدأ باللون الأصفر أغطي الصينية كلها من بره. حطيت سنة مع من الأصفر ده، حطيت ضفت ليه شوية قوي بني، نقطة سيموني أو أورنج كده، بحيث إن يعني بقى فيه درجات متناسقة شوية مع لون الورد مش الأصفر الصريح. عملت الصينية كلها كده من بره، وبعد كده دخلت على الأبيض اللي جوه ده. الأبيض ده لون البلاستيك، مش بيبقى ضاهي او مش بيبقى ناصع قوي، فلما هتبتدي تدوسي على الابيض بالاكريليك الابيض بقى هتلاقي الفرق كبير في اللون. بصي اللون الابيض الاكريليك بيدي درجة ناصعة من البياض عن الابيض بتاع البلاستيك. فمري حتى لو انت هتسيب الخلفية بيضة لازم
ما بكتفيش بالبلاستيك، لازم الاكريليك الابيض عشان يدي البياض حلو. من الحاجات اللي انا رجعت في كلامي فيها ان انا بعد ما خليت ارضية الصينية بيضة، هتلاقوا في نهاية الفيديو رجعت يعني دمجت خفيف قوي من الاصفر فوق الابيض، عجبني عن ما تبقى بيضة، لان الصينية هيتحط فيها كوبايات هينزل عليها نقط شاي غيره، فانا قلت لا الابيض ممكن يبان فيه اي حاجة، بقعة شاي بقعة قهوة حاجة تحط في صينية، لا ابعد عن الابيض وادخل معاه سنة من الاصفر، وعشان كده عملت شوية تغييرات في الاخر. الفرشة الصغيرة بستعملها مع الفرشة الكبيرة عشان تدخلي اللون بتاعك ما بين جزئيات الرسمة. انا عايز ادخل الابيض ما بين ورق الوردة، فمحتاجة طبعا تبدلي الفرشة بفرشة صغيرة وخلي الكبيرة للمساحات الكبيرة. اللون الاسود اخترته عشان اعمل بيه الحرف بتاع الصينية، لان حرف الاس هنا اسود، فعايزين يعني نغمق سنة بقى ندخل لون غامق، فدخلت الاسود. اختيار الحروف للانجليزي في الرسومات بيبقى حلو للحاجة السبيشيال، يعني انا هادي الصينية بتاعتي لحد بحبه قوي او حاجة بحبها قوي، اول حرف من اسمها سين، فلما بتعملي حاجة خاصة بحد وتختاري الاول حرف من اسمه بتبقى هدية جميلة، واللي بتاخد الهدية حاسة ان فعلا حاجة معمولة مخصوص ليها. فكرت في جوانب الصينية من بره ان اعمل شغل بارز، وانا بحب قوي الشغل البارز، فالمعجون لونته الاول، لونت المعجون اخضر على اساس ان الوردات فيها ورق اخضر، فما جبتش لون من بره الرسمة، انا التزمت بألوان الرسمة. لونت المعجون وابتديت اشتغل حوالين الوردة دي على جوانب الصينية بالاخضر، وبعد كده كنت تعبت وقلت هكمل تاني يوم واسيب كل حاجة تنشف بقى، وما كنتش راضية خالص بصراحة عن الالوان وعن الصينية، والاخضر ده خلاني مش عجبتني خالص. تاني يوم لقيت نفسي قايمة بقى بكمل، غيرت في الالوان زي ما هتشوفوا كده الابيض، وبسيب المعجون ينشف، وبعد ما بينشف بتمر عليه بالصنفرة تاخدي الحاجات الحادة او البارزة منه، الاطراف البارزة بصنفرة خفيفة بس لما يجف تماما. تاني يوم لقيت الصينية مش عجباني، فاضية من جوه، رحت ضايفة وردات زيادة زي ما انتوا شايفين في الاركان، ادت شكل احلى. الابيض خليته مصفر، الاخضر اللي كان بره دوست عليه بالاصفر لان ما عجبنيش خالص الاخضر من بره، فخليته اخد نفس الاصفر بتاع الصينية، فبقت الحكاية كلها فاتح فاتح، كلها الوان فاتحة. طب انا عايزة اغمق، جبت الاسفنجة وزي ما انتوا شايفين دهنت الاسفنجة بسيط من الاكريليك الاسود، وتاتش بسيط قوي على الجوانب اظهرت لي كده وبينت الشكل البارز، ولما خليت الاسود بدل الاخضر بصراحه انا بقت راضيه عنها جدا. بصوا الشكل بانه ورسمه بقت جميله قوي ازاي، عشان الاسود يغمق شويه الفواتح الكتير، اصفرات في الابيض كتير، فحسيت ان الاسود بره على الرسم بصراحه بقى اجمل. اعتقد كده شكلها بقت احسن لما كترت الورد، عشان كده بقول لكم الشغل الهاند ميد كل شويه بيبقى لك فكره. اخر خطوه الحمايه. الحمايه مش هعمل الصواني بالورنيش المائي واكتفي بهذا، اعملي طبقه او اتنين وتلاته ورنيش مائي، وما تعمليش طبقه لما القديمه تنشف، لكن طالما صينيه يعني ميه يعني هتتغسل لازم السبراي دوكو الشفاف. ماشي يا جماعه، استخدمي اي حاجه عايزاه من انواع الورنيش المائي، لكن هذا لا يغني في الصواني بالذات الا تتعرض للميه ان استخدم سبراي دوكو الشفاف. ومش هوصيكم ان شغل الديكوباج في الصواني عايز عنايه خاصه بيه وانا بنضفه، يعني اسفنجه وميه بمسحوق غسيل كده وتتنضف ببساطه. الورنيش المائي بيبقى حلو بقى في حاجات تانية، بتعملي بوكسات، بتعملي لوحات، بتعملي تابلوهات، علقات، اي حاجة ديكوباج تانية غير الصواني ممكن تكتفي بالورنيش المائي، لكن صينية ومية وغسيل يبقى لازم الطبقات الاخيرة تبقى لسبراي دوكو، وعندي وبغسلهم كويسين جدا جدا معايا. بشكركم على المشاهدة، ادي الشكل النهائي، بتمنى تشرفوني في القناة، ما نبخلش على صاحبة الفيديو بان احنا نعمل لها لايك لو الفيديو عجبكم، ولو الفكرة عجبتكم، ولو استفدنا من الفيديو. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديوهات جاية باذن الله ان شاء الله، ودعمكم ما تنسوش، الدعم هيكون من خلال الاشتراك في القناة. شكرا ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.